قالت وزيرة السياحة الإسبانية أن السياح الأجانب يمكنهم حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءاً من تموز القادم، وأشارت المسؤولة الإسبانية إلى أن الحجز الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين إلى إسبانيا من الخارج سيكون قد تم تعليقه غالباً بحلول ذلك الموعد. وتعد إسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة إحدى أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، وهي تعمل حالياً على تخفيف القيود الصارمة تدريجياً، لكنها أبقت على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.